السلام عليكم. في الحلقة بتاعت النهاردة عندنا استراتيجية قوية جدا، إن شاء الله استراتيجية تبقى قوية. السلام عليكم. في حلقة النهاردة إن شاء الله عندنا استراتيجية قوية جدا للربح من الإنترنت، وهي استراتيجية ما تعتبرش جديدة قوي، هي المفهوم بتاعها والاستراتيجية قديمة ولكن فيها بعض الحاجات الجديدة، ولكن برضو الاستراتيجية بشكل عام اتشرحت قبل كده، وأنا شفتها في محتوى أجنبي وشفتها في محتوى عربي، ولكن الاستراتيجية دي قديمة جدا، يعني ناس كتير اتكلموا فيها لكن من زمان، ولكن الحاجات دي اتنست، وممكن انا هحاول افكرك بيها واحاول ارجعك ليها من الاول بالعربي كده وبالمفهوم. الاستراتيجيه دي مش حصريه ليا انا، ولكن الاستراتيجيه دي هتستخدمها، استراتيجيه مضمونه 100% ربحها كبير جدا 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 على حسب شغلك. طبعا طبعا كل استراتيجياتنا على حسب الشغل وعلى حسب عدم الكسل. الاستراتيجيه دي اصلا لازم ما تكونش كسلان فيها، لانك هتعمل موقع وهتعمل قناه يوتيوب وهتقلب حياتك 180 درجه، ولو نجحت بالاستراتيجيه دي 100% او حتى 70% اضمن لك ربح شهري ويومي رهيب باذن الله، باذن الله رهيب، من جوجل ادسنس او من اي شركه اعلان باذن الله. احنا في الاستراتيجيه دي مش هنتكلم عن شركات اعلان معينه، ولا هنتكلم عن اصلا عن شركات اعلان. احنا الاول هنتكلم على الاستراتيجيه نفسها، تاني حاجه هنتكلم على العمل في الاستراتيجيه. يعني ايه؟ في الاول هنشرح ايه هي الاستراتيجيه، تاني حاجه في الفيديو ده هنشرح ايه هي الاستراتيجيه، تاني حاجه هنشرح العمل في الاستراتيجيه، هنشتغل بقى، هنبدأ في الاستراتيجية. تالت حاجة يعني في الفيديو ده هنرتب بس، بعد كده في الفيديو التاني هنشتغل، في الفيديو التالت وممكن نخلصها في الفيديو التاني، ولكن في الفيديو التالت ان شاء الله هنجيب شركات اعلان ونظبط في الدنيا في شركات الاعلان وكده. تمام، اعتقد كده وضحت لكم المفهوم. اعرفكم بنفسي، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك، وفي حلقة النهاردة هنتكلم على استراتيجية الفيرال، وتابعوني بعد الفاصل. الفيرال، ما هو الفيرال؟ الفيرال هو عبارة عن الأخبار المنتشرة، الأخبار المنتشرة في مواقع معينة بتجيب أخبار منتشرة أو أخبار بتظهر، مثلا في خبر ظهر من كام يوم مثلا، ده طبعا ده افتراض، يعني مثلا سقوط طائرة في البرازيل، والطائرة دي وقعت على ناس، مثلا وقعت على مدنيين وقتلت أو توفى مثلا 500 مدني. تمام، توفى 500 مدني بسبب الطائرة اللي وقعت، ده خبر انتشر في العالم كله فجأة، خبر برازيلي ولكنه انتشر في العالم كله. تمام، ده حاجة اسمها فيرال، حاجة اسمها ده خبر فيرال، يعني خبر فيروسي منتشر وبينتشر وهينتشر حتى لو الفيروسي او الخبر ده انتشر لفترة معينة وبعد كده انتهى. طيب ماشي، الخبر ده انتشر لفترة وانتهى، ولكنه انتشر لفترة، تم الانتشار لفترة، في الفترة دي لو بتبقى مثلا من يوم لاسبوع او من يوم لاسبوع تقريبا، اه من يوم لاسبوع، من يوم لاسبوع مثلا، انت بتقوم عامل كل اللي انا هعمله. بس طبعا انت من قبلها بتكون انت مجهز يوميا في اخبار، مليون خبر فيرال ممكن تتابعه، مليون خبر فيرال، ده هيجيب لك ترافيك، هيجيب لك فلوس، هيجيب لك اجانب وزوار. اصلا كل كلام النهارده عن الاجانب، مش هنتكلم النهارده على محتوى عربي، لان كل المواقع بتاعتنا اللي هنجيب منها الاخبار الفيرال هو محتويات اجنبيه، مفيش محتوى عربي. يبقى ملخص سريع اللي انا قلته، احنا هنشتغل في حاجه اسمها فيرال، الفيرال ده اللي هو الاخبار الفيروسيه اللي بتنتشر بسرعه، فانا هشتغل في الفيرال. تمام، اشتغلنا يا سيدي في الفيرال، هنعمل ايه؟ هنشتغل ازاي؟ اول حاجه هتعمل موقع الكتروني على بلاجر او ووردبريس، بس الافضل بلاجر عشان نشغل ادسنس سريعا. تمام، عملنا موقع الكتروني على بلاجر. طيب تاني حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل قناه يوتيوب. هتعمل ايه بقناه اليوتيوب؟ هقول لك بعدين. طيب حلو حلو حلو، عملنا دلوقتي خلاص الموقع الالكتروني ومعانا موقع الكتروني، هنعمل ايه؟ هننشر اللي في الموقع ده، اللي في الموقع ده ده اخبار فيرال، الموقع اسمه فيرال نوفا، موقع اسمه فيرال نوفا، كل دي اخبار فيرال، اخبار جديده حصريه للموقع، اخبار جديده حصريه للموقع. عندك هنا تخصصات كتيرة جدا ممكن تختار منها، عندك الـ OMG يعني حاجات مش طبيعية خارقة للطبيعة، عندك ساينس، عندك علوم، عندك حياة، عندك الثقافة أو الثقافات الدنيا كلها يعني البلاد كلها، عندك فيديوهات وعندك تسلية وعندك مور، هنا أكيد فيها حاجات تانية. تمام، عايزين نعمل ستارت للصفحة. تمام، خلينا نكمل كلامنا، يمكن الأد بلوك عامل مشاكل فيه. ماشي، نعمل ريستارت مرة تانية. المهم ان كل دي حتى لما عملت ريستارت جالك اخبار تانية، لان كل ده طبعا انا مش هقرا كل الكلام يعني، فهنا مثلا بيقول لك ان he wanted to hurt his wife but what he
Dead to Bullet of Destroyed. اه تمام. بيقول ان في واحدة كانت عايزة تؤذي مراته تقريبا، بيقول لك هو عمل ايه عشان يبعدها تقريبا، حاجة زي كده. دي حاجة برضه يعني بيقول لك ده خبر مهم في بلد معينة، الناس مثلا بتدور على الخبر ده، فانت هتكون موجود من ضمن الناس اللي بتدور على الخبر ده. ده منها محتوى انت ممكن تشتغل فيه، محتوى انت تشتغل فيه كفكرة لمحتوى انت تشتغل فيه، وممكن تعمل فيديوهات عن المحتويات دي بكل سهولة حتى بكامتازا استوديو، ممكن تعمل شوية صور على شوية حاجات وتعمل المحتوى زي قناة هل تعلم وزي القنوات دي بكل سهولة، تجمع بعض المقالات كده مع بعض وتعمل حاجات عليها. ده برضو حاجات سهلة جدا وبتعملها بكامتازا استوديو بكل سهولة. ده بخصوص موقع فيرانوفا اللي بيتكلم عن الأخبار، طبعا كل دي أخبار يعني هتلاقي أخبار كتيرة جدا. طيب تاني حاجة عندك موقع تاني اسمه فيرا فيديوز، ده موقع بيتكلم عن فيديوهات الفيرال، فيديوهات الفيرال اسمه فيرال فيديوز. الموقع ده زي ما انت شايف بيقول لك مثلا فيلم لوجان، بيقول لك التريلر بتاعه ده ممتاز، فيلم لوجان ده لسه في السينمات دلوقتي، الناس بتتكلم عن التريلر بتاعه، فانت ممكن تخش تاخد التريلر وتعمل بعض التعديلات بحيث انك تهرب من حقوق طبعا النشر. هبقى انزل لكم فيديو باذن الله وتحطه في الموقع بتاعك، واصلا حتى لو حطيت الفيديو ده بشكل كامل بتوع فيلم لوجان او المشروع على اليوتيوب مش هيكلمك، لا اللي هيكلمك هو بتوع الموقع ده. تمام، فاتمنى تكون فهمتوا النقطه دي. حلو، طبعا انت هتنشره على الموقع بحيث انك تنشره مباشره، مش هتنزله على اليوتيوب وتنشره. تمام، لكن لو عايز تعمل تنزيل على اليوتيوب وتنشره برضو انت ممكن تعملها بطريقه سهله جدا، ولكن برضو مش هتاخد منه فلوس طبعا، الحقوق طبعا النشر مهما هربت منها هيجيبوك، مهما هربت هيجيبوك. ولكن برضو ممكن حتى لو مش تاخد فلوس، المهم انك تاخد شهره بس كده في البدايه وسبسكرايبرز، وبعد كده تجمع فلوس بقى براحتك. حلو، هنا طبعا عندك بعض الاخبار اللي ممكن تشوفها. هنا مثلا بيقول لك 101 حقيقه عن السي اي اي، السي اي اي دي مثلا انت ممكن تترجم المحتوى اللي جوه، او عندك مثلا محتوى فيديوهات ممكن تخش تترجم الفيديوهات او تاخد الفيديو مباشره وتحطه عندك على قناتك او على اي حاجه، حتى لو في حقوق طبعا نشر، لكن انت احنا محتاجين في الاول سبسكرايبرز، فحتى لو في حقوق طبعا نشر فمش فارقه. تمام، فانت كده فهمت الموضوع ده. وطبعا هنا زي ما انت شايف عندك بعض التخصصات ميوزك فاني فود كيوت مش عارف ايه، حاجات كتيرة جدا انت ممكن تشوفها انت مع نفسك، وعندك حاجات كتير زي ما انت شايف. ده برضو ده بتاعنا احنا بقى، لو تعرف الموقع ده سي نت، ده الموقع بتاع اللي احنا بنتابع فيه اخبار التطبيقات واخبار الهواتف سامسونج ولينوفو وكل جميع طبعا الهواتف، بيقول لك هنا بيقول لك ساعة مش عارف ايه وحاجات غريبة في الموقع ده. طبعا الموقع ده مش بتاع تحميل برامج فقط، اعرف ناس كتير بيتحملوا برامج بس من كلمة داونلود، هنا ممكن تحمل طبعا برامج كتير جدا وبرامج يعني مضمونة وكده من غير فيروسات او حاجة. هنا في بعض المراجعات للموقع زي ما انت شايف، هنا في نيوز، هنا فيديو، هنا هاو تو، حبة حاجات برضو. هنا انت ممكن تعرف هاو تو دي من الحاجات اللي بيستخدمها الناس، اللي هم يقول لك مثلا ازاي تعمل شاحن لاسلكي، ازاي تعمل كذا، ازاي تعمل كذا. مثلا حوحو والمحترف والحاجات دي بيجيبوا من المواقع دي، صدقوني مش بيخترعوا يعني، بيجيبوا من المواقع دي، تبقى حاجات اجنبية وحاجات كده بيجيبوها. عندك امازون اليكسا، سمارت هوم، وكارز، وديلز، وعندك حاجات كتيرة جدا انت ممكن تستخدمها. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع بتاع الفيرال. باختصارا للوقت، موضوع الفيرال هو موضوع مربح جدا 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 لو استخدمته بحكمة وبطريقة صح، انك هتحاول تهرب من حقوق طبع النشر بطريقة ذكية، وده ان شاء الله هعلمه لكم في الفيديو اللي جاي، لا اللي بعده، يمكن الاربع اللي جاي، لا اللي بعده، او في فيديو من في نص الاسبوع كده ممكن ابقى انزل فيديو عن حقوق طبع النشر باذن الله يخليك تهرب من حقوق طبع النشر بسهولة باذن الله. فاعتقد انك كده فهمتوا فيديو الفيرال وفهمتوا ما معنى الفيرال. استنوا ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقة الفيرال باذن الله، الجزء الثاني هيتكلم عن ان شاء الله ازاي تشتغل في الفيرال مباشرة بقى، هنعمل موقع، هنعمل قناة على اليوتيوب، وهنظبط الدنيا ان شاء الله في الفيرال، وهنحاول ننشر فيها الفيديوهات، ونحاول نهرب من حقوق طبع ونشر، ونحاول نشوف هل هيطلع لنا الربح كويس ولا لا، ونستخدم مواقع اختصار روابط للفيديوهات، ونستخدم حاجات كتيرة جدا باذن الله تحاول تجيب لنا اكبر ربح شهريا ان شاء الله. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، الفيديو لو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، وما تنساش تعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Take a body's high.